الزمالك الى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد مباراه كبيره جدا في رادس دفاعيا مع اداء غريب هجوميا هنتكلم عليه بالتفصيل في قلب الحلقه، والزمالك بيوصل لنصف النهائي العاشر في تاريخه. الزمالك صعد وقدم مباراه كويسه سواء في القاهره او في رادس، والترجي بيخرج من دور الثمانيه بعد تحقيقه لدوري ابطال افريقيا سنتين ورا بعض. مبروك لجمهور الزمالك وهارد لك لجمهور الترجي، وهنتكلم في كل حاجه في حلقه النهارده على اللي حصل في المباراه. فانا مش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب كمان واشترك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، ويلا بينا نخش الحلقه. ترجي بادي المباراة بنفس الشكل اللي بدأ بيه بمباراة الذهاب، بس مباراة النهاردة غايب منه كذا عنصر، غايب منه عبد الرحمن بن غيث، وغايب منه محمد بن رمضان، وغايب منه كمان شمس الدين الزوادي وخليل شمام، وغايب كمان معين الشعباني من على الدكة، في غيابات عديدة وكبيرة جدا عند الترجي، بس ده ما منعش ان الترجي يبدأ بنفس الشكل اللي بدأ بيه بالقاهرة. الترجي كان بادئ ضاغط على الزمالك مباشرة وضاغط ضغط عالي على المدافعين وعايز يسجل جون من البداية، وحصلت ده بالفعل في الدقيقة الثالثة بظل الضغط الشرس اللي كان بيطبقه الترجي. بتيجي ضربة جزاء للترجي، بصراحة ضربة جزاء صحيحة اللي هو وطارة بياخد الكورة من قدام محمود علاء فراحت خبطت في ايده والحكم صفر وضربة جزاء للترجي. بنسيحة دخل حطها كويس جدا، والهدف الأول للترجي. بعد الهدف الأول الترجي كان بيحاول هو يضغط ويجيب جون تاني، لكن ده الزمالك ما ادالوش المساحه دي، لان الزمالك ابتدى يضغط على حامل الكوره وابتدى يضغط على حامل الكوره بقوه 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 لحد ما كان مستخلص منه الكوره في نص ملعبه. لكن طول ما الكوره في نص ملعب الترجي والترجي واقف بيحضر بقلبين الدفاع، ما فيش اي ضغط من لعيبه الزمالك، ولا بقى بن شرقي ولا زيزو ولا مصطفى محمد ولا اوباما ولا اي حد بيضغط. لما الكوره بتبقى مش مع الزمالك بتلاقي لعيبه الزمالك تراجعت شويه لنص ملعبها وبدات تدافع وبتلعب على الهجمه المرتده. ده خلى الزمالك بيلعب على شكلين وبيعتمد على حاجه واحده بس، انه يلعب على مصطفى محمد سواء تمرات على الارض او كرات طويله من مدافعين من ورا لقدام. دي كان بيعتمد على الزمالك بشكل كبير جدا انه يضغط على الترجي من الحته دي، ان هو يلعب كرات طويله لمصطفى محمد، يلعب كرات صغيره لمصطفى محمد. الاطراف ما كانش بيستخدمها كتير الزمالك سواء بن شرقي او زيزو. ليه؟ لان الترجي كان كل لعبه من على الاطراف، كان كل لعبه بيحاول يضغط على حازم امام وعلى عبد الشافي، الاثنين كان بيحاولوا يضغطوا عليهم بكل قوه علشان الاثنين هم يجيبوا جول، عشان الترجي كان بيعتمد على الاوفرات وبيعتمد على العرضيات، سواء العرضيات من ناحيه عبد الشافي او من ناحيه حازم امام، سواء من عبد الهوني او من ساحه يعني، كان دايما بيبقى شكل الترجي. الترجي النهارده انه يبقى 4 2 3 1 ده اللي خلى شكله شكل جديد، يعني الترجي بيدافع بكولوبالي وبونسو الاثنين في نص الملعب، وبيخلي حريه هجوميه لبن ساحه والهوني وكمان ببنشوقه والهوني وكمان بن ساحه كان بيضغطوا ضغط كبير جدا وشرس على لعيبه الزمالك، لكن بونسون كوليبالي بيرجعوا ورا شويه. بس الزمالك النهارده كان بيحاول يقفل الثغرات بتاعه الماتش بتاع الذهاب. الزمالك مباراه الذهاب كان في ثغرتين باينين قوي على الزمالك، الثغره الاولى وهي المساحه ما بين اثنين نص الملعب واثنين بتوع عاملين الدفاع، والثغره الثانيه هو الباك اليمين هو حازم امام. حازم امام الباك اليمين نوعا ما الثغره ابتدت تتقفل شويه بان كان بيميل عليه محمود علاء وكان بيرجع معاه عزيز عشان يدافع معاه، والناحيه الحته بتاعت المساحه ما بين نص الملعب وبين المدافعين دي اتقتلت تماما. لان ليه؟ لان النهارده فرجاني سياسي وطارق حامد كان يعني كل دماغهم او كل تفكيرهم هما في الشغل الدفاعي اكتر ان هم يعملوا شغل هجومي. النهارده شفنا فرجاني سياسي كتير جدا جنب طارق حامد قدام قلبين الدفاع اكتر ما كان بيوصل لمنطقه الجزاء مثلا بتاع الترجي، كان بيدافع كتير جدا وكان ادواره دفاعيه اكتر من ادواره الهجوميه، ودي حاجه كانت مخليه الزمالك شكله الدفاعي متفوق وشكله هو مضيق المساحات، مقرب اللعيبه من بعض، مقرب الخطوط من بعض، بيحاول يلعب على هجمه مرتده سواء من الاطراف زيزو شرقي او يلعب الكره الطويله لمصطفى محمد. فضل الشكل دوت والزمالك خرج بره الامان في الشوط الاول 1-0 للترجي. بس بعد سيف بتاع الترجي دي قدر الزمالك نوعا ما روح ان هو الشوط الثاني ممكن يخطف جول او يخرج ماتش 1-0 بس ويصعد، وده حصل ان الزمالك دخل الشوط الثاني برضه بنفس الشكل مدافع مضايق الخطوط، مقرب الخطوط من بعض، بيحاول يلعب على الهجمه المرتده، وده خلى الترجي ان هو مش عارف يوصل لجول الزمالك، ما وصلش تقريبا في الشوط الثاني كله غير مره واحده بس لجول الزمالك بتسديد حمد الهوني وقدر ساعتها يتصدى ليها لابو جبل، غير كده الترجي ما قدرش يوصل لمرمى الزمالك كتير الشوط الثاني، لان الزمالك دور راجع ان الزمالك مدافع كويس جدا وقلبين الدفاع متفوقين. النهارده الونش قدم مباراه
كبيره جدا جدا جدا. مباراه الذهاب بتاع ماتش القاهره كان مقدم مباراه كبيره، والنهارده قدم مباراه كبيره جدا جدا جدا، وكان مخلي ابراهيم عطاره ما يوصلش لاي كوره، وكان محجمه تماما. دي حاجه تحسب جدا للونش، اي كوره طويله كانت بتيجي لعطاره، الونش كان بيطلع اعلى من عطاره وبياخد منه الكوره. بصراحه الونش قدم مباراه كبيره جدا هو محمود علي النهارده، والفريق كله ككل كان شغل دفاع كويس جدا. بس الترجي ترى بقى يعمل تغييرات، ابتدى نازل عبد الرحمن مزيان، وابتدى نازل بالحموده، وابتدى في اخر ماتش خرج بنسو ونازل مهاجم تاني. يعني ترى الترجي بقى خلاص انا عايز اجيب جول، عايز اتحط واجيب جول. الزمالك الناحيه الثانيه اخر تغييراته قوي، الزمالك عمل تغيير في الدقيقه 80 او تغيير، خرج مصطفى محمد ونزل كسونجو، بعد كده راح منزل محمد حسن بدل اوباما في نص الملعب، وبيلعب بثلاثه في نص الملعب علشان يقفل نص الملعب تماما، وبعد كده راح منزل محمد عبد السلام بدل زيزو عشان يقفل الملعب تماما ويخرج مباراه ببر الامان. كارتيرون عمل مباراه دفاعيه كويس جدا، عرف يضيق الخطوط كويس جدا، عرف الثغرات اللي كانت عند الزمالك في الكوره حاول نوعا ما يقفلها، وهي كانت اكبر ثغره المساحه اللي ما بين قلبين الدفاع وقلبين نص الملعب اللي كان بيستغلها، وكانت خطوط الترجي كلها منها الشوط المباراه الاولى في الذهاب، خلاها المباراه دي ضيق المساحات قوي وقرب المساحات وما خلاش فيه مساحه ما بين اللاعبين. وكمان ناحيه اليمين ناحيه الشمال نوعا ما بقت دفاعيا اقوى، لان الاثنين الوينجات ابتدت تدافع بقى، زيزو ابتدى يرجع مع بن شرقي، وطلع بن شرقي يرجع اكتر مع بن شرقي يرجع مع عبد الشافي اكتر، فده خلى الزمالك شكل كويس دفاعيا كويس جدا، لكن هجوميا كان في علامات استفهام كبيره جدا عند الزمالك، واللي هو ما بيوصلش كتير لمرمى الترجي بسبب ان الترجي بيضغطك وانت بتدافع وعلى السرعه على الجون مرتد. ده كان راجع ان الزمالك مخلف معاذ بن شرقي، لو انت كنت شوت عليه كور كتير كنت ممكن تسجل. انت اول مباراه شوت عليه كوره من اوباما مسكها غلط، تاني كوره بن شرقي شوت عليه كوره برده مسكها على مرتين، فانت لو كنت ضغطت على الترجي وضغطت على معاذ بن شرقي وجبت جوان وشوت عليك ممكن تسجل، لكن الزمالك ما كانش بيضغط اصلا، سواء بيخلي الترجي كل الحريه انه يحرك الكوره وانه يحضر الملعب من ورا قوي، الاثنين قلبين الدفاع بيقعدوا يبصوا لبعضهم كتير، والمهاجم ما بيضغطش عليهم، ولاعيبه الزمالك ما بتضغطش اصلا في نص ملعب الترجي. كل ما الكوره تتقطع من الزمالك، الزمالك بيرجع لنص الملعب ويدافع ويلعب على هجمه مرتده، ما يضغطش تماما عشان يخلص الكوره تاني. دي كانت مخليه شكل الزمالك سيء جدا الشوط الاول، بس الحمد لله صعدنا للسيمي فاينل ومنتصرين، سواء الرجاء البيضاوي او مازيمبي الكونغولي، وان شاء الله كل التوفيق للرجاء البيضاوي. مبروك 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 لكل جمهور الزمالك اللي في مصر واللي بره مصر، مبروك مبروك لكل جمهور الزمالك الصعود للسيمي فاينل العاشر في تاريخنا، وهارد لك لجمهور الترجي، هارد لك بعد سنتين انه ياخد البطوله يخرج من دور الثمانيه، هارد لك جمهور الترجي ومبروك لجمهور الزمالك. وفي الاول والاخر ده كان راينا في مباراه الزمالك والترجي، قول رايك انت في الكومنتس، قول توقعاتك، هل الزمالك قادر للصعود النهائي ولا تبقى نهايه قصته ونهايه رحلته في السيمي فاينل؟ قول توقعك في الكومنتس، ولو حابب ما تنساش تعمل لايك وامسك سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتنا في الديسكربشن تحت، وامشي على الفيسبوك، تويتر على تويتر، كمان مصطفى، نشوفك الحلقه الجايه، سلام.